صباح الخير. في ضوء التطورات الاخيره والملابسات التي رافقت الحديث الذي ادليت به الى احدى المحطات التلفزيونيه وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر في هذه المقابله للاساءه الى لبنان وللبنانيين فانني قد سبق ان اصدرت بيانين توضيحيين في شان هذا الحديث وقد تشرفت صباح اليوم بمقابله فخامه رئيس الجمهوريه اللبنانيه العماد ميشيل عون وقدمت اليه طلب اعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجيه والمغتربين في حكومه تصريف الاعمال وشكرا